بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات الزفلة، خواتي مرحبا بكم في القناة تاعي وتاعكم أم فاطمة مشان. اليوم سبقت لكم يعني مطاجين، يعني رحنا مقلوبين معليش. الوغ الوصفة تاعنا تاع اليوم إن شاء الله هندير لكم يعني ريبولات يعني بالدجاج مرحي والشوفلور إن شاء الله. يعني وصفة بزاف بزاف بنينة ومحبوبة، صدقوني الأطفال اللي ما ياكلوش يعني الشوفلور كامل راح ياكلوه يعني في هذه الوصفه. هذا يعني حديروا يعني كي شغل الجواز كامل. الو خليكم معايا، هنا عندي يعني الطاجين تاعي. فوالا ندير فيه جوج مغارف تاع الزيت. فوالا وصفة يعني شتوية، أنا شخصيا بزاف نحبها. سلفوني ندير راس يعني مغرفة كبيرة تاع شوية تاع السمن، يعني الوصفة بزاف تبغي يعني ليتر. نخلي يعني السمن تاعنا يذوب ونديرو يعني الدجاج تاعنا يتقلى. يعني لازم يعني أي مرسو تاع الدجاج اللي يكون عندك يعني ديري في الوصفة. انا ما عنديش هذيك لاكركس، يعني طيبتها يعني في لاكركس هذيك تاع الدجاج اللي نحيت منها يعني هذاك الصدر وطيبت منها، طيبت بها لاسو. فوالا الو هنا ندير يعني ان كويس يعني فخض يعني تاع الدجاج، يعني بنبنن لاصوص تاعي. فوالا كما تلاحظوا نخليه يتقلى شويه ومن بعد نزيد المكونات ان شاء الله. خليكم معايا. فوالا حبوباتي كيما راكم تشوفوا، بعد ما قليت هذاك الدجاج شويه، يعني كيما قلت لكم يعني اي مرسو تاع الدجاج حتى الجناحتين ولا هذاك العنقوق هذاك وضيفوه، يعني جوست حنا نحوسو به نبنو لاصوص تاعنا هذا مكان. فوالا هنا نضيف البصل تاعي. فوالا عندي هنا بصله يعني متوسطه. فوالا بالنسبه للطوماطيش يعني حنبتها هكا من بعد ما نخلي البصل ان شاء الله. فوالا كما تلاحظوا حنخلي البصل تاعنا يتقلى شويه، يدي كامل هذيك البنه تاع الدجاج. فوالا نغطو ونرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبوباتي، بعد ما قليت هذاك البصل كامل، يعني هذاك الدجاج تاعنا دا البنه تاع البصل. فوالا نضيفوا باقي المكونات. عندي هنا يعني مغرفه صغيره تاع طوماطيش مصبره او طوماط كونسير. عندي هنا يعني راس مغرفه تاع مغرفه صغيره تاع مطاط. فوالا كما قلت لكم يعني الدجاج بزاف يحب لا مطاط. فوالا كالتوابل عندي هنا شويه تاع فلفل كحل، يعني كما تعودتوا عليا انا ما نحبش بزاف فلفل كحل، شويه كركم. فوالا شويه تاع تابل خاص بالدجاج، يعني يتباع هكا يعني يعني بالعلبه هذه تاع الزجاجيه. فوالا نزيد شويه. ها فوالا كما تلاحظوا شويه تاع قرفه ونديروا الملح تاعنا، الملح بطبيعه الحال. كما قلت لكم انا نحب ندير بيدي الملح. فوالا حبيباتي هنا نضيفوا شويه تاع الماء باه ما تحرقولناش هذوك لي زيبيس تاوعنا. فوالا حبوباتي نديرو قيس جوج مغارف يعني من الماء كما قلت لكم باه ما يحرقولناش هذوك لي زيبيس تاوعنا. هاد المرحلة هادي عندي حميصة يعني نحيتها من الكونجيلاتور، يعني مشمخة وطيبة. فوالا نضيفو هذوك يعني حبة تاع طماطيش متوسطة، يعني قسمتها هكا على زوج، يعني نحوس يعني تطلقني غير البنة تاعها من بعد نحيها.
فوالا حبوباتي بالنسبه لي يعني لاصوص تاعنا هذه المرحله الاولى. نروحوا المرحله الثانيه ان شاء الله تاع لي بولات الشفلوغ ان شاء الله. نسيت ما قلت لكم ما قلت لكم عفوا راني عيانه غير كيما دخلت من برا هنا قبل ما يعني كي تقلنا الدجاج تاعنا وكامل التوابل وكامل نضيفوا يعني جوج كيسات تاع الماء فوالا يعني باه ما نرجعش يعني للطاجين حتى ان شاء الله نجيبوا لي بولات تاعنا. فوالا حبوباتي بالنسبه للمرحله الثانيه يعني عندي هنا راس تاع الشفلو طبعا ما نضيفوش كامل فوالا نقصد يعني شويه قسما نديرو في لي بولات تاعنا راه حبوباتي يعني ندير غير منه غير شويه صدقوني هاد الطاجين يعني بزاف يجي هايل يجي زاكي يعني يعطيك كميه كبيره فوالا اللي عندها افراد العائله تاعها عفوا كبيره فوالا وينفع للضيوف ينفع للضيوف ثان فوالا. انا بالنسبه ليا هذا ما ندي يعني مع هذا الراس هذا فوالا ولا حبوباتي نحيلو كامل هذوك بلايص العاصيين هذوك فوالا. كما قلت لكم يعني اللي عندها الاطفال ما ياكلوش هذو الصوالح وكامل بزاف الاطفال ما ياكلوش الشفلوغ وكامل ما يحملوش الريحه تاعو يعني تحاول يعني تدي لهم الخدعه هكا يعني ديروا لي بولات مع الدجاج ولا بيونداشي انا اليوم راح نديروا مع الدجاج يعني تقدروا ديروا مع يعني لحم مرحين. انا حبوباتي نحولوا كامل هذا البلاصه العاصيه هذه نغسلوا الشفلوغ تاعنا ونرحوه نوري لكم يعني المرحله كيفاه يعني نرحو الشفلوغ تاعنا كامل. فوالا حبوباتي نغسل الشفلوغ تاعي نعاود نرجع لكم. فوالا حبوباتي الشفلوغ تاعي بعد ما غسلته فوالا يعني قطعته قطع صغار درتو في لاشواغ تاعي فوالا درتلو شويه خل اكيد بطبيعه الحال نديرو الخل فوالا يعني نتوما كي تغسلوه يعني قلبوه كامل الداخل فوالا كاين حشرات اللي يدخلونا الداخل. فوالا بالنسبه اللي ما عندهاش لاشواغ يعني تقدري يعني بهذه يعني بالحاير اليدويه هذه يعني طرابيه يعني عادي فوالا حتى صدر الدجاج كي ديري في الكونجيلاتور صدقيني طرابيه شحال من خطره يعني كي تروح تيليسيتي وكامل نبغي نطيب هذه الوصفه هذه يعني نرابيه عادي تحصلي يعني انا نفس النتيجه على التجربه. الوغ نرحي الشفلوغ تاعي نوري لكم باقي المكونات ان شاء الله عفوا. فوالا حبوباتي كيما راكم تشوفوا بعد ما رحيتو بعد ما رحيت هذاك الشفلوغ تاعي فوالا كيما راكم تلاحظوا نفرغو الريسيبيو تاعنا. فوالا حبوباتي كيما راكم تشوفوا بعد ما رحيت الشفلوغ تاعي فوالا يعني صبح بالشكل هذا هذه ما تلحقش فوالا نحيها فوالا. بالنسبة لباقي المكونات فوالا عندي هنا يعني صدر تاع الدجاج صدر تاع الدجاج مرحيم ونص حبة تاع بصل يعني كمية يعني لاباس بها تاع معدنوس فوالا ليزيبيس. عندي هنا كركم فلفل كحل موطات والملح بطبيعة الحال. فوالا نضيفو المكونات تاعنا نسيت ماذكرتكمش الثوم ثوم الاخر. فوالا حبوباتي هنا ضفت داك الدجاج وبصل درت السنه تاع الثوم صغيره فوالا والمعدنوس بالنسبه لهذاك المكون اللي وردته يعني حبه تاع البيض نضيف حبه تاع البيض تاعي يعني نضيفها هنا نتفادى يعني كيما نقولو اونسي جامي البيض تاعنا يكون خاسر ولا. فوالا نديرو المكونات نديرو التوابل فوالا شويه فلفل كحل شويه كركم يعني هنا نقصنا غير يعني القرفة زيت تاع الدجاج نجيبو نسيتو فوالا راس مغرفة صغيرة تاع موطات فوالا حبيباتي وشويه تاع الملح
مقبوباتي، نجيب التابل تاع الدجاج. على حبوباتي بالنسبة لهذا التابل تاع الدجاج نحبه أنا بزاف، يزيد يعني البنة في الماكلة. فوالا على حبوباتي كما راكم تلاحظوا، على حبوباتي نخلطوا كامل هذه المكونات هذو، فوالا كما راكم تلاحظوا نشكلوهم على شكل يعني كريات يعني ليبولات. فوالا صدقوني الوصفة هذه بزاف بنينة، يعني كما قلت لكم تجي زاكية، يعني أفراد العائلة تاعها يعني كبيرة، يعني توكلي وتوفي إن شاء الله. هانا نخلط بيدي أحسن، هانا مابقاش كيما الخدمة تاعي كيما متعودة نقولكم. هانا حبوباتي ولا حبوباتي كما راكم تشوفون، بعد ما دخلنا كامل هذوك المكونات بعضهم بعض يعني نشكلهم على شكل كرات. فوالا كما راكم تلاحظوا حبوباتي يعني كما قلت لكم يعني الطبق يجي زاكي، يعني هذا راح نفطروا به ونتعشاو به ان شاء الله. على حبوباتي نكمل كامل هذو كريات التوعية، يعني نعاود نرجع لكم. على حبوباتي كريات التوعية بعد ما كورناهم كنت درتهم في هذا الطبسين، ما كفانيش درتهم معنا كما قلت لك، يعني طبق يجي وافي تاكلي وتوكلي ان شاء الله. نديرهم في لاصوص. على حبوباتي لاصوص تاعنا معاكم تشوفوا، يعني نحي هذيك الطماطيش يعني نحاول نعصرها. حركتي انتي ضحكوش عليا البنات، انا ما نحملش الحريق، ماشي من هذوك لي خليه يحملوا الحريق كامل. فوالا نديرو الكريات تاعنا، قبل ما ندير الكريات نحي هذاك الخط تاع الدجاج. نديرو الكريات تاعنا ولكن ما نخلطوش يعني ما نحركوش الطاجين تاعنا، يعني باه حتى يشد ربحتيهم. على حبوباتي صدقوني يجيكم الطاجين بزاف بنين، جربوه ورجعوني بالخبر. هلا نكمل كامل الكريات تاعي ونوري لكم ان شاء الله. قبل ما نوري لكم البنات يعني نخلوه يطيب على حالة استسمح استسمح، يعني واحد كيكون عيا وكيكون يزرب ما يعرفش الخشوياته. هلا كيما قلت لكم قبل ما نوريه لكم يعني في صحن التقديم نخليه يطيب، يعني مازال ما طبعنا نوريه لكم، نخليه يطيب يعني حوالي 20 دقيقة على النار قليلة. يعني صدقوني قد ما تقلوا يعني في النار، قد ما الماكلة تاعكم طيبوها على النار قليلة تجيكم يعني قمة في الذوق، تجيكم بزاف بنينة. فوالا نكمل كامل الكريات تاوعي كما قلت لكم، نخلوه حوالي 20 دقيقة على النار قليلة ونوريهولكم واجد ان شاء الله. فوالا حبوباتي الطاجين تاعنا بعد ما طاب كما راكم تلاحظوا، يعني لاصوص تاعنا خليناها شويه خاطره. فوالا كما راكم تلاحظوا، فوالا حنوري لكم ان شاء الله في صحن التقديم ان شاء الله. فوالا حبوباتي هادو هما كريات تاع الشوفلوغ تاعنا ولا تاع قرنبيط تاعنا كما يقولوا قرنبيط هكا كما يقولوا اخواننا المصريين. يعني عندي المشتركه يعني من مصر وحييها يعني من المناسبه، وحيي كل مشتركه التوعي. فوالا هادو هما كريات تاع الشوفلوغ تاعنا بعد ما وجدناهم. فوالا صدقوني الجو يعني قمه في الذوق،
جربوهم ما راحش تندموا عليهم ان شاء الله. يعني بالنسبه لكما قلت لكم الدراري اللي يعني الاطفال اللي ما ياكلوش يعني شف لوغو كامل، يعني عندنا كامل دراري ونعرفوا كامل ما ياكلوش هذا الصوالح، ولكن بهذه الطريقه هذه صدقوني راح ياكلوهم ما يحسوش ياكلوا بالشفله، ما يحسوش ياكلوا شفله. عفوا. الو، هذه هي وصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب تاعكم، نتمنى حتى تجربوها اكيد راح تعجبكم ان شاء الله. فوالا حبوباتي، وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ديرونا اشتراك، ديرونا تفعلوا الجرس، وديرونا لايك سيتو بلي، لايك يعني من فضلكم. مع السلامة حبوباتي.